بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبيب الكريم، مشاهدين الكرام، في هذه اللحظات ينطلق الشوط الخامس، والشوط الخامس مخصص للفطامين البكار. جائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول، وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. هذا الشوط يضم 138 مشارك في هذا الشوط. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. بنسير بكم مع مقدمة هذا الشوط، وبنشوف اللي في المركز الأول. ناخذ اللي في المركز الأول، نشوف ناخذ اللي في المركز الأول في هذه اللحظات. ناخذ اللي في المركز الأول في هذه اللحظات، نشوف مجهولة في المركز الأول وفي المركز الثاني. المركز الثاني نشوف، وناخذ اللي في المركز الثاني في هذه اللحظات. أرى الآن اللي مكيدة للسيد راشد بن حمد بن عميرة الشامسي، غيرت وانتقلت إلى مقدمة هذا الشوط وفي المركز الثاني. للسيد سالم بن حمد بالزفنة، للسيد الزفنة بن مسلم بالزفنة العامري، لكن الهجوم هنا، الهجوم مكثف على مقدمة هذا المسيرة. للسيد خميس بن سالم بن محمد الينيبي، تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا مسيرة، سارت مسيرة بمقدمة هذا الشوط بالصدارة، تغترم من السيارة، تغترم من الناموس، لكن أرى الغدوم من سياسة للسيد مبارك بن شعفان العامري. وفي المركز الثاني مسيرة في المركز الثاني للسيد محمد بن خميس الينيبي، وفي المركز الثالث للسيد الزفنة بن مسلم بالزفنة العامري، وفي المركز الرابع نشوف التوقيت الزمني، ساعة وصول. ثقة، هذه هي ثقة، ساعة وصولها إلى خط النهاية 3 دقائق 10 ثواني، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد مبارك بن شعفان بن عبيد العامري، وسلام سلام عليكم يا أهل مدينة العين، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة. والذي وصلت في المركز الثاني مسيرة، نشوف مسيرة ساعة وصولها إلى خط النهاية. الذي وصلت في المركز الثاني، هذه ساعة وصولها مسيرة 3 دقائق 11 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد خميس بن سالم بن محمد الينيبي، والذي وصلت في المركز الثالث هملولة 3 دقائق 11 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. الذي وصلت في المركز، تهانينا للسيد الزفنة بن مسلم بالزفنة العامري، والذي وصلت في المركز الرابع الضبية للسيد حمود بن محمد بن سالم الوهيبي. تهانينا للجميع والناموس.